كيما دقلت نور، كاين البريمو، كاين بلحة، كاين طانتبوش، كاين تيم جوهر، كاين أرشتي، أكفاب كاين تيما شمروخ أرجل. من الصعب إقناع الجزائريين أن التمور المصدرة نحو الخارج أقل بكثير كما ونوعا مما يتم توجيهه للمستهلك الجزائري، فكيف يتم ذلك؟ دقلة نور هذيك اللي نشوفها كاين كمية صغيرة في الخليج فقط، دول الخليج هم يصدرونها كمية صغيرة، من كمية كبيرة كبيرة هي من الأنواع الأخرى. أنا نصدر في التمور الجافة هي اللي تحوض وادريغ، هي التي تصدر، هي تدخل للمصانع ويقع فيها تصنيعها وتدخل للبنوك أو ترجع للمياه تاعها ويصدروها. ضعف ثلاثية التخزين والتسويق والتصدير مشاكل خفضت صادرات التمر نحو الخارج، رغم أن الجزائر تمتلك أزيد من 360 نوعا من التمور. تشتري تقدر تدبر، تقدر تدبر لكم مثل ذلك مشكل كبير. احنا نتمنى ان شاء الله من الكلان الجزائري هي تحاول تشري كميه كبيره من لكم مثل ذلك، صح تعال للمصادر الجزائريه. ماذا بينا دير اتفاقيات تفاضليه مع الدول هذو اللي يستهلكوا كبير كميه كبيره من التمور. اما بالداخل فاستهلاك وسط الجزائريين في منحى تنازلي، فالزبون يطالب بتخفيض أسعاره التي تتراوح حالياً ما بين 300 إلى 700 دينار جزائري، دون أن يضع في الحسبان جودة كل نوع ومشاكل الشعبة. فهل الجزائريون على علم بكل هذه التفاصيل؟ من 25 وطلع حتى ل 75 حتى ل 75. لا بريمير تتكونسوم هنا في الجزائر، ماهيش تروح ليكسبورتاسيون كيما لوروب. اسبانيا، اسبانيا ديمونديو حاجة شيحة ناشفة، حاجة موين ما فيهاش لانجري وناشفة، ماشي معسلة. قاع لا ماجوريتي قاع اللي تخرج سلعة موين، ما تخرجش لا بريمير. لا بريمير تبقى في الجزائر وحنا كونسوميوها ليزالجيريا. لا ماجوريتي ما يعرفش تمر، صراحة ما يعرفش تمر، ما يعرفش لا كاليتي. نعرفوا دقلة نور هي شائعة بزاف، دقلة نور فيها الفايدة بزاف، تروح لبرا ونص الجزائر هنايا. 5% برك اللي تروح برا. برا. لا هذه ما على باليش، هذه معلومة من عندك. لي بري أنا جاب لي ربي كاين الناس يتاجروا فيه بزاف، لو كان يخليو مول تمر يبيع خير. دوكا تسيبو شحال راهو 60، في رمضان تسيبو 120. رغم جودة التمور الجزائرية إلا أن كمياتها الموجهة للتصدير لا زالت ضعيفة وأسعارها بالداخل مرتفعة، ما يتطلب تنظيما كبيرا لهذه الشعبة التي تعاني في صمت.